شلون نخلي الطيرة تطينا البيضة بالصورة الصحيحة حتى نتخلص من المشاكل اللي تصير ويا الطيرة من ناحية البيض، انه الطيرة تبيض بيضة واحدة او مرات الطيرة تبيض بيضة صغيرة ومرات تبيض بيضة نمرة ومرات تتأخر من ناحية البيض اصلا. الكل يعرف انه هسه فردنا الطواير عن الافحل، وهاي الخطوة الرابعة من ناحية اعطاء الكورس اللي اريده من عندك بهاي الفترة، وهاي الخطوة خصيصا من ناحية الطواير. الفقرة الأولى هي إعطاء الحلبة المطحونة للطواير. الحلبة المطحونة بعد تحضيرها على الطباخ، على كل واحد لتر أضيف خاشوقة كبيرة من الحلبة المطحونة، أخليها تغلي وتفاور، وبعد ذلك أبردها وأقدمها بالطور مات المي. الفقرة الثانية اللي هي إعطاء الراشي الطبيعي ويا الأكل، راشي وأخلطه ويا الأكل، بعد ذلك أقدمه للطواير. واحنا قلنا انه كل خطوة من خطوات الكورس نبقى عليها لمدة 5 ايام حتى نقدر ننطيه 3 مرات او مرتين للحمام.